بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم عن الوحدة الثانية، الدرس الأول، الأنسجة النباتية. الأنسجة النباتية تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول نسيج بسيط simple tissue، ده بيتكون مجموعة من الخلايا متماثلة في الشكل والتركيب وتؤدي وظيفة واحدة. مثال البشرة والنسيج البرانشيمي والكلورانشيمي والكولانشيمي والسكلرانشيمي. أما النوع الثاني الأنسجة المركبة، دي بتتكون من عدة مجموعات من الخلايا، كل مجموعة في داخلها متماثلة في الشكل والتركيب، وتجتمع هذه المجموعات في أنها تؤدي وظيفة واحدة مثل نسيج الخشب أو نسيج اللوح. المجموعة القسم الثالث من الأنسجة اللي هو الجهاز النسيجي، وده بيتكون من عدة أنواع من الأنسجة البسيطة أو المركبة أو كلاهما مع بعض التركيب غير النسيجية، وأيضا تجتمع لتؤدي وظيفة واحدة. وعندنا منها الجهاز الميكانيكي اللي بيشمل النسيج الكولانشيمي والإسكلرانشيمي، وده بيؤدي وظيفة التدعيم في النبات. الكولانشيمي بيدعم الأعضاء الغضة اللي بتنمو، أما الإسكلرانشيمي بيدعم الأعضاء تنمة النضج واللي توقفت عن النمو. كذلك الجهاز الوعائي أو الناقل، ده نوع من الأجهزة الوعائية أو الناقلة، برضو ده يتكون من أنسجة مركبة زي الخشب والوعاء، وبيقوم بعملية النقل العصارة النيئة في الخشب والعصارة الناضجة في اللوحة. ده مثال للنسيج البرانشيمي البسيط البشرة، كم مجموعة من الخلايا متماثلة في الشكل والتركيب. عدة أنواع من أنسجة برانشيمية بسيطة، أنسجة بسيطة زي النسيج الكولانشيمي الركني مثلا، أو البرانشيمي أو الإسكلرانشيمي أو المراستيمي، كل دي أنسجة بسيطة متماثلة في الشكل والتركيب. ده نسيج مركب اللي هو نسيج الخشب، اللي بيتكون من عدة مجموعات. المجموعة قد تكون وحدتها عبارة عن عناصر ناقلة زي الأوعية أو القصيبات أو الاتنين مع بعض، برانشيمة خشب، ألياف خشب، نسيج اسكلرانشيمي، أو ممكن ألاقي كمان أنسجة إفرازية. ده نسيج مركب. أيضا اللحاء ده قطاع طولي ودول قطاع عرضي، بيتكون من عدة عناصر اللي هي العناصر الناقلة خلايا غربالية أو أنابيب غربالية، وبرانشيمة لحاء، ألياف لحاء، سكلريدات لحاء، وجانب أنسجة إفرازية في نسيج اللحاء. ده أيضا نوع من النسيج المركب. هنا جهاز نسيجي بيمثل الجهاز الوعائي أو الناقل، وبيشمل اللحاء والخشب. اللحاء هنا عبارة عن أنابيب غربالية ثمانية المقطع، والخشب ام اكس وبي اكس، واخد شكل حرف في او تي او واي. ايضا موجودين داخل حزمه اسمها حزمه كلوزد مغلقه، حزمه جانبيه مغلقه كولاترال باندل، كلوزد كولاترال باندل، دي موجوده في سوق اوراق الفلاح. الجهاز النسيجي الثاني جهاز في حزم الفلتين اللي هي كولاترال، بس هنا بتبقى اوبن كولاترال باندل، ودي موجوده. اللحاء بيبقى الانابيب الغربيه خماسيه المقطع في برانشيما، الخشب في شكل اشرطه موجوده يفصل بينها وبين اللحاء كامبيوم حزمي او وعائي. لما نيجي للانسجه النباتيه، هنجد الخلية اللي بينشأ منها جميع الأنسجة هي خلية الزيجوت، ناتجة من إخصاب بحبة لقاح مع بيضة أو جميطة مذكرة مع جميطة مؤنثة بتدي الجنين. الجنين يتكون من نوعين من الأنسجة، أنسجة إنشائية أو مراستيمية initiative or meristematic tissue، وأنسجة permanent tissue أو أنسجة مستديرة. الأنسجة المراستيمية هي بتعطي خلايا جديدة، هذه الخلايا تسمى مشتقات الخلايا المنشئة، ومنها تتكشف الخلايا البالغة وتدي الأنسجة المستديرة. في الوقت نفسه بتحافظ على نفسها أو تجدد من نفسها، فتدي المنشآت أو الخلايا المنشئة، واللي هي بتظل بحالة مراسمية، ودي طبعا متواجدة في قمم الجذور والسوق والبراعم والأجنة. الخلايا المراسمية
ذات جدر ابتدائية تتميز بنواة حجمها كبير، سيتوبلازم يملأ الحيز الداخلي، فجوة عصارية صغيرة أعدادها كبيرة وغير واضحة، مفيش مسافات بينية. في خلايا اسمها خلايا الكامبيوم بتبقى لها خاصية الانقسام أيضا، ولكن تمتاز بوجود مسافات بينية وفجوة عصارية كبيرة. الأنسجة المستديمة بتنشأ من مشتقات الخلايا الناتجة عن انقسام الخلايا المراسيمية، ودي بتتعرض لمجموعة من التغيرات الكيميائية والفسيولوجية والمورفولوجية تنتهي بدرجة معينة من التخصص، وتسمى هذه الأنسجة الأنسجة البالغة، وهذا التغير الحادث يسمى بالتميز أو التكشف أو الديفرنشيشن. أدي موقع الخلايا المراسيمية اللي هي في قمة الساق أو في قمة الروت أو الجذر، وفي بدقات الأوراق، وموجودة أيضا في البراعم الإبطية بجانب الإيبكس باد أو البرعم الطرفي. دي قمة الساق أو قمة تيرمينال باد، موجود المراسيمات في الإيبكس بتاع التيرمينال باد أو البرعم الطرفي، وموجود في الليبرامورديا بدقات الأوراق، وموجود في البابرامورديا أو بدقات البراعم، ودي كلها عبارة عن مراسيمات قمية. صورة أكبر بتوضح أدي المراستيم القمي، وهنا بتكبير أكبر بيمتاز بوجود حجم نواة كبير سيبروتوبلازم عالي، مفيش مسافات بينية، موجود ده في قمة الساق. قمة الجذر أهو بيبقى فيه قمة الجذر بالخلايا المراستيمية هي اللي بتنكشف من عنها المراستيمات الابتدائية كلها، وبينتج عن أرض هذا المراستيم الكولونسوة أو الروت كاب اللي هي بتعمل على حماية قمة الجسر. زي ما اتفقنا ان المراسيم القمة هنا في الجذر بيبدأ يكون المراسيمات الابتدائية كلها، وبيكون القرنصوة ايضا. ده صورة مكبرة للجزء المراسيمي اهي في الجذر، ودي الروت كاب، وهنا قد ايه الخلايا المراسيمية بتبقى حجم النواة فيها كبير جدا بالنسبة للبروتوبلاست. الأنسجة الإنشائية والمراسيمية لها عدة تقسيمات. القسم الأولاني تبع للموقع يضم المراسيم القمي والمراسيم البيني والجانبي، وتبع لاتجاه انقسام الخلايا بنسميه مراسيم كتلي أو حجمي، مراسيم صفيحي، مراسيم صفي. تبع للوظيفة بنقسم المراسيمات إلى مراسيم أولي وابتدائي ومراسيم ثانوي. لما نيجي نتكلم عن المراسيمات وتقسيمها تبع للبوزيشن او الموقع، المراسيم القمه او الطرفي دايما هو يوجد في قمه السوق او الاوراق او الافرع او البراعم او في اباط الاوراق البراعم الموجوده. ده هذا النشاط، هذا المراسيم يعطي الجسم الابتدائي للنبات. المراسيم البيني اللي هو الانتركاليلومير مراسيم، ده بيوجد بين انسجه بالغه ومسؤول عن استطاله السلميات كما في قصب السكر. مراستيم الجانبي اللاترال مراستيم، ده مراستيم يأخذ وضع رأسي موازي للعضو النباتي، وفي عندنا منه الكامبيوم الوعائي ده مسؤول عن تكوين الأنسجة الوعائية الثانوية، والكامبيوم الفلين مسؤول عن تكوين البيروديرم. لما نيجي نتكلم عن تقسيم الأنسجة المراستيمية تبع لانقسام الخلايا دايركشن، مراستيم حجمي أو كتلي الماس مراستيم، وده بينقسم في جميع الاتجاهات ويؤدي الى تكوين كتله من الخلايا. ده بيشاهد في الاجنه وانسجه الاندوسبرم والثمار. المراسيم الصفيحي البليت مراسيم ده بينقسم بجدر عموديه على السطح فيزيد بمحيط العضو النباتي، مما كما في حاله منشئ البشره والنسيج المتوسط في الاوراق. المراسيم الصفي الريب مراسيم ينقسم خلاياه في اتجاه عمودي على المحور الطولي للنبات او موازي للسطح، فيؤدي الى زياده محوريه اي زياده قطر العضو النباتي. الأنسجة المراسيمية تقسم طبعا الوظيفة إلى مراسيم أولي، هذا المراسيم يخلو من أي تكشف وظيفي ويوجد في قمة أو في أقصى موضع للريشة أو الجزيرة. المراسيمات الابتدائية البرايمري مراسيم تقسم طبعا الأجهزة اللي بتكونها إلى أو الأنسجة الابتدائية اللي بتكونها إلى منشئ البشرة أو البروتوديرم، وده بيعطي كل ما في البشرة، خلايا البشرة والتركيب المرتبطة بالبشرة زي الشعيرات، الحرشيف، الصهور، الحجاب الجذري، الحوصلة الحجرية. وده بينقسم بجدر عمودية على السطح. منشئ الصوانة الوعية للبروكامبيوم
في الورقة والساق بيعطي الأنسجة الوعائية الابتدائية، الخشب الوعائي الابتدائي. وفي الساق يستمر نشاطه أيضا ليعطي الكامبيوم الحزمي المسؤول عن النمو السنوي في سوق الفلاتير. أيضا البروكامبيوم يعطي الأسطوانة الوعائية للجذور اللي هي بتبدأ بالبريسايكل والخشب واللحاء والنخاع. أما منشئ النسيج الأساسي أو الجراوند ماستيم ده بيختص تكوين القشرة أو النخاع أو النسيج الأساسي إذا كان لا يتميز قشرة ونخاع كما في ذوات الفلاتير الواحد. بالنسبة للورقة، جميع مكونات الورقة تنشأ من مراسيم النسيج الأساسي باستثناء البشرتين ينشأوا من منشئ البشرة، والخشب واللحاء الابتدائي بينشأوا من البروكامب. ده الحجاب الجذري الموجود في الأوركيدز، وده بيكون أساسا له دور وظيفي في عملية الاحتفاظ بالرطوبة. وده بينشأ الحجاب الجذري من منشئ البشرة. هنا الكامبيوم الحزمي ده نوع، واللحاء الابتدائي واللحاء الخشب الابتدائي دي أنسجة ابتدائية بتنشأ عن نشاط البروكامبيوم في سوق الفلقتين وأوراق الفلق. مراسيمات السنوية، عندنا السكند مراسيم دي بتنشأ نتيجة إن أنسجة ناضجة حصل لها استعادة نشاط الانقسام مرة أخرى، يعني حصل لها عملية اسمها الارتداد التكشفي أو التصابي أو فقد التكشف، دي ديفرنشيشن. من أمثلة الأنسجة المراسيمات السنوية دي الكامبيوم الوعائي والفلي. الكامبيوم الوعائي بيتكون من نوعين من الخلايا الإنشائية، ويتميز الكامبيوم بوجود فجوة عصارية كبيرة تشغل معظم الحيز الداخلي لخلايا الكامبيوم. يوجد الكامبيوم الوعائي ما بين خشب واللحاء في جذور وسوق المسنة ذات الفلاتير خصوصا في أعناق الأوراق وعروها الكبيرة. يتكون الكامبيوم من نوعين من المنشآت مغزلية فيوزي فورم انيشال، ودي مسؤولة عن تكوين جميع مكونات النسيج الوعائي الموازي للمحور الطول للعضو النباتي، ودي بتضم جميع مكونات الخشب واللحاء السنوي باستثناء برانشيمة اللحاء اللي هي بتكون عمودية على المحور الطول للعضو النباتي، تنشأ من الري انيشالز أو المنشآت الشعاعية. هنا تقريبا يعني المنشآت المغزلية اهي، ودي المنشآت الشعاعية. الكامبيوم الوعائي في قطاع عرضي، وضح دي طبقات الكامبيوم اللي الفيوزي فورم انيشال او المنشآت المغزلية، وده المنشآت الشعاعية، دي منشآت اللي هي مغزلية ودي منشآت شعاعية. المنشآت المغزلية زي ما احنا شايفين بتكون اللحاء والخشب بكل مكوناته اللي بيكون موازي للمحور الطولي للعضو النباتي، اما المنشآت المغزلية بتكون الشعاعية بتكون الأشعة البرانشيمية اللي هي بتكون عمودية على المحور الطولي للعضو النباتي. ده برضو الكامبيوم اهو الوعائي او الحزمي، وبيفصل ما بين اللحاء للخارج والخشب للداخل. نفس الكامبيوم تاني اللي في ساق فلقتين حديث، بنجد ادي الكامبيوم الوعائي وهنا اللحاء الابتدائي وده الخشب الابتدائي، والتلاتة بيتكونوا من مراسيم البروكامبيوم في الساق. الكامبيوم الوعائي في الساق زي ما اتفقنا بينشأ من البروكامبيوم، بينما في الجذر بينشأ من البرانشيما بين الخشب واللحاء زي جزء من البرانشيما. الكامبيوم الفليني نوع من الأنسجة الإنشائية بيكون النسيج الضام اللي هو البريدر، وده بيختلف موقعه تبعا للعضو النباتي والنشأ. ففي حالة الجذور المسنة ينشأ الكامبيوم الفليني أو الفيلوجي من البريسايكل، أما في السوق الحديثة فينشأ الكامبيوم الفليني إما من البشرة في بعض النباتات أو من تحت البشرة في نباتات أخرى أو القشرة في نباتات تالتة. بينما في حالة السوق المسنة ينشأ الكامبيوم الفليني أو الفيلوجين من برانشيمة اللحاء السنوي. ينشأ الكامبيوم الفليني بصفة عامة سواء في الجذر أو الساق ليعطي للخارج
طبقات الفلين الغالقة، وللداخل طبقات القشر الفليني. ادي طبقات الفلين الغالقة اهي، وادي طبقات القشرة الفلينية اهي، ودي عبارة عن الكامبيوم الفليني ومشتقاته. نفس الكلام نشأ هنا من البشرة الكامبيوم الفليني اهو، طبقاته اهو، وبيدي للخارج طبقات فلين وللداخل قشرة فلينية. زي ما احنا شايفين المكونات تظهر على الشريحة بالبشرة وطبقات الكامبيوم طبقات الفلين ثم طبقات الكامبيوم الفليني ثم طبقات القشرة الفلينية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني في الوحدة الثانية الأنسجة المستقيمة. الأنسجة المستقيمة بتقسم طبعا لعدة اعتبارات، منها النشأة. تقسم إلى أنسجة ابتدائية وأنسجة ثانوية. الأنسجة الابتدائية تنشأ من المراسيمات الابتدائية، والأنسجة الثانوية تنشأ من المراسيمات الثانوية. تقسيم الأنسجة تبع لتوزيعها في النبات إلى جهاز ضام أو بشري، جهاز وعائي أو ناقل، وجهاز أساسي. تبع لشكل الخلايا تقسم الأنسجة المستديمة إلى أنسجة بسيطة ومركبة. تبع للوظيفة هنقسم أجهزة النبات أو أنسجة النبات كلها إلى 5 أجهزة: جهاز الضام أو البشري، جهاز البرانشيمي، جهاز الميكانيكي، جهاز الوعاء أو الناقل، جهاز الإفراز والإخراج. ممكن نتكلم نقول إن الأنسجة الضامة تبع للتقسيم الأخير الأنسجة المستديمة. الأنسجة الضامة هي النسيج اللي بيضم كله من البشرة والبرغل. البشرة هي الطبقات الخارجية أو الطبقة الخارجية، قد تكون طبقة أو طبقات لأن قد في بشرة بسيطة أو بشرة متضاعفة. البشرة لها وظائف هامة باختلاف الأعضاء النباتية، فهي تعمل على حماية الأنسجة الداخلية من الجفاف، بتنظم وتقلل فائض المية عن طريق الصهور في الأوراق، بتشارك في عملية البناء الضوئي خاصة في نباتات الظل والمائية والصراخس، حيث توجد في هذه النباتات في خلايا البشرة. أما في النباتات الأخرى توجد الاستداد في الصهور، في صهور البشرة. قد تشترك أيضا من ضمن وظائف البشرة في تخزين الماء في النباتات الصحراوية. بنجد أن البشرة قد تستديم مع الأوراق أو السكر العشبية والتي لا تنمو نمو سنوي أو التي تزداد في السم. في حالة إن الأعضاء اللي بتنمو نمو سنوي بتتمزق البشرة ويحل محلها البريدير وتبدأ يحصل فيها النمو السنوي. زي ما اتفقنا البشرة قد تكون بسيطة من صف واحد أو من متضاعفة أكثر من بشرة، وتحت بشرة وتحت بشرة من صف إلى أكثر إلى 16 صف أصلا. يوجد خلايا في البشرة تسمى الخلايا البليفورمسيز أو الخلايا المحركة، ودي بتعمل دور المفاصل في حركة النصل في الأوراق خاصة ذوات الفراغ الواحدة عند نقص الرطوبة. ادي هنا ادي الخلايا اللي هي البوليفورم سيلز موجوده في البشره العليا بعض ذوات الفلق الواحده، وقلنا اللي بتلعب دور المفاصل عند نقص الرطوبه. دي خلايا البشره اهي، صف واحد من الخلايا، ودي بشره بسيطه، وادي هنا البشره متضاعفه، البشره صف واحد وتحت البشره حوالي 3 صفوف في البشره العليا للاوراق النباتات الصحراويه، وهنا البشرة بسيطة السفلى، وهنا ده سرداب ثغري عشان يقلل فقد المية في زي النباتات الصحراوية. مميزات خلايا البشرة: البشرة كخلايا ناضجة برانشيمية بها فجوة عصارية كبيرة تحب طبقة سيتوبلازمية رقيقة بتملى بمواد ملونة في حث الأظافر. تخلو خلايا البشرة من البلاستيدات في معظم النباتات باستثناء الخلايا الحرس للصخور، وبشرة النباتات المائية ونباتات الظل ونباتات الصراع والصراخس اللي بيوجد فيها بلاستيدات خضراء. لا توجد مسافات بينية بين خلايا البشرة فيما عدا فتحات الصخور. بتلعب دور أساسي في تكوين البشرة في تكوين الأدمة أو طبقة الكيوتيكل. تمتاز خلايا البشرة بأن جذورها ابتدائية، ويدعم الجدار الابتدائي من الخارج بطبقات من الشموع والكيوتين بتقلل من وتمنع بخر الماء وتمنع دخول الكائنات الدقيقة. البشرة لها زوائد، قد تكون شعيرات أو حراشيف،
الشعيرات منها وحيد الخلايا ومنها عديد الخلايا، منها متفرع وغير متفرع، في شعيرات لاسعة كما في نبات الحرية. الحراشيف تراكيب عديدة الخلايا وتوجد على السطح السفلي لأوراق الزيتون. أدي هنا شعيرة عديدة الخلايا غدية، ودي شعيرة عديدة الخلايا غير متفرعة، ودي شعيرة عديدة الخلايا متفرعة، ودي شعيرة عديدة الخلايا غدية، ودي أيضا شعيرة عديدة الخلايا متفرعة. هنا دي شعيرة عديدة الخلايا غدية، وهنا شعيرات هنا هاضمة، ودي موجودة في نبتات أكلات الحشرات زي ما احنا شايفين. الشعيرات فيها غدد لزجة بتقبض على حشرة وتفترس، ودي شعيرات لاسعة في نبات الحشرات. دي شعيرة عديدة الخلايا اهي موجودة على اليانج ليف بتاع التيرمينال باد، موجودة شعيرات عديدة اهي، ودي شعيرة تحتها بريدرم. هنا شعيرات وحيدة الخلية، دي عديدة الخلايا غير متفرعة، دي شعيرات عديدة الخلايا متفرعة أو بيسموها نجمية، دي شعيرات عديدة الخلايا غدية، دي شعيرات، ده منظر سطحي للشعيرات المتفرعة والغدية الموجودة بالسكاننج الكتروميكروسكوب أو الميكروسكوب الإلكتروني الكاسح. دي حراشيف الزيتون الموجودة في على السطح السفلي لأوراق الزيتون. دي حرشيف عديدة الخلايا اللي هنشوفها، دي شعيرة عديدة الخلايا، شعيرة عديدة الخلايا متفرعة، شعيرة عديدة الخلايا غير متفرعة، شعيرة عديدة الخلايا غدية، شعيرة عديدة الخلايا غير متفرعة. الجزء الثاني في خلايا البشرة غير الزوائد وغير خلايا البشرة الصور. الثغرة عبارة عن جهاز يتكون من فتحة يتحكم فيها زوج من الخلايا الحارسة، يصاحبها خلايا مساعدة أو أكثر، وأحيانا لا يوجد خلايا مساعدة. الصغور تقسم هنا إلى الرئيسين، إلى نوعين، صغور نرجسية وصغور نجيلية. في الصغر النرجسي الخلايا الحارسة الجار سيلز تاخد شكل الكلية كيدني شيب، ودي موجودة في زواد الفلتين ومعظم زواد الفلتين الواحد. أما الصغر النجيلي يوجد في الفصيلة السعدية والنجيلية، وبكون الخلايا الحارسة واخدة شكل حديدة الدمبل شيب، ويصاحبها زوج من الخلايا المساعدة. الخلايا الحارسة قد توجد في مستوى البشرة أو تحتها أو تبرز عنها قليلا، أو توجد داخل سراديب صغيرية كما في النباتات الصحراوية عشان تعمل حماية للنبات من فقد الماء. دي الصغور النجيلية، ودي الصغور النرجسية. دي الصغور فيها بتكون الخلايا الحارسة واخد شكل الكيدني شكل الكلية، وهنا دي بتاخد شكل العظمة أو الدمبل شيب من الخلايا الحارسة. دي خلية حارسة لها زوج من الخلايا المساعدة. هنا خلية حارسة لها ثلاث خلايا مساعدة. ده عبارة عن ثغر له 6 خلايا مساعدة. نوع من الصغور النرجسية. هنا الثغر في حالة مقفول، وهنا الثغر مفتوح. وليه؟ ادي 6 الخلايا المساعدة في صفين، 2 حوالين الخلايا الحارسة و4 حوالين الثغر كله. دي خلايا حارسة لها زوج من الخلايا المساعدة. ودي أشكال مختلفة للصغور النرجسية. النوع ده اسمه أنوسايتيك ستوماتا، ده في السترا ستريوس، وده بيكون ليس لا يوجد خلايا مساعدة. هنا في نيزوسايتيك دوت في تقريبا 3 خلايا مساعده حوالين الثغر. الباراسايتيك بتكون الخلايا المساعده موازيه للخلايا الحارسه. الدايسايتيك الخلايا المساعده متعامده على الخلايا الحارسه. الاكتينوسايتيك اللي هو الخلايا المساعده محاوطه في صوره شعاع حوالين الخلايا الحارسه. السايكروسايتيك دي حلقات الخلايا المساعده توجد في صوره حلقات حوالين الخلايا المساعده. هنا ده عبارة عن البشرة بسيطة علوية وسفلية، وبنوضح هنا ان الثغر هنا بارز شوية، تركز على السطح السفلي او على البشرة، على البشرة السفلى، وبيكون بارز شوية عن خلايا البشرة، وهنا الصغور شكلها مقفول يعني. ده برضو هنا صغور خلايا البشرة العليا وبشرة السفلى في الاوراق، وهنا دي الثغر، وبرضو هنا بتجد في مستوى تقريبا خلايا البشرة الصغر.
نفس الكلام ان الخلايا الحرسه في السطح السفلي او البشره السفلى من صف واحد هنا وهنا، وبنجد ان الخلايا الحرسه او الصغور بتبرز قليلا عن سطح السفلي. هنا البشرة برضو بسطح علوي وسفلي من صف واحد من الخلايا، وهنا الثغر هو مفتوح، وزي ما انتم شايفين الثغر بيتكون من زوج من الخلايا الحارسة وحوالينه زوج من الخلايا المساعدة، وبالإضافة إلى غرفة الثغر أو تشامبر الاستوماتو تشامبر. هنا برضو الخلايا النباتات دي، النباتات اللي بنجد فيها البشرة العليا والسفلى صف واحد من الخلايا، الخلايا الصغور او الخلايا الحرسه بارزه عن البشره شويه وموجوده في السطح السفلي والعلوي او البشره العليا والسفلي، واضح الخلايا الحرسه وغرفه الصغر وفتحه الصغر. البريديرم نسيج وقائي ذو نشأة سنويه ينشأ كحل محل البشره، ويختلف نشأته باختلاف الاعضاء زي ما اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. يعني قلنا في البريديرم ينشأ من الكامب المفلين، في حاله الجذور مسنه بينشأ من البرزاج، في حالة السوق الحديثي بينزل من البشرة تحت البشرة والقشرة، في ده باختلاف النباتات، أو في السوق المسنى ينشأ من برانشيمة اللحاء السنوي. متى يتكون النسيج الوقائي البريديرم؟ في سوق وجذور ذات الفئتين وعريات البذور حينما تنمو نمو سنوي بيزداد في الحجم، بيحصل تكوين نمو سنوي فيضغط على البشرة والقشرة فيمزقها، فيحل البريديرم محل البشرة والقشرة. على الأسطح المكشوفة عند تساقط الأوراق والأفرع حول الأنسجة المريضة أو المجروحة. البريديرم بيتكون من ثلاث طبقات، كامبيوم فيليني اللي هو المراسيم السنوي اللي بينشأ زي ما اتفقنا قبل كده، ويدي للخارج طبقات من الفلين وللداخل قشرة فلينية. الفلين وحدات منتظمة مترصة لا يوجد بينها مسافات بينية. خلايا الفلين خلايا في البداية بتبقى حية، بعد كده بيترسب عليها السوبرين والجنين وتنينات وراتنجات وتتحول الى اللون الاصفر، وده بيبقى ليه وجود التنينات والفينولات بيبقى ليه تاثير وقائي بيحميها من الحشرات ومواجهه الميكروبات. وبعد كده في الحاله دي بتبقى خلايا ميته. الفيلوديرما او القشره الفلينيه نسيج برانشيمي خلايا حيه، وده قد يكون بتخزين الغذاء زي النشا مثلا، وقلنا ممكن ده يعود مره ثانيه الى الحاله المراستيميه على عكس خلايا الفلين لا تعود الى الحاله المرسميه مره ثانيه. ادي طبقات الفلين والجدار بتاعها المغلظ بالسوبرين والجنين، اهو طبقات فلين، وده الفيلوديرم او القشره الفلينيه اهي، برده ده بيريديرم. ادي الكامبيوم الفليني وادي الفلين والبشره المتمزقه، ودي خلايا القشره الفلينيه. وزي ما احنا شايفين الطبقات المختلفة للبريديرم، ادي البريديرم برضه طبقات الفلين واضحة اهي، وادي الكامبيوم الفليني وتحت القشر الفليني. العضيسات هي فتحات تتكون في البريديرم المتكون سواء في السوق او في الجذور، بيعمل عملية تبادل غازي، لان لو في السوق الصغور بتكون اتقفلت فهنا بيحل محل الصغور فتحات نتيجة نشاط جزء من الكامبيوم الفليني نسميه كامبيوم عدايسي، بيدي خلايا برانشيمية مفككة واللي هي الكومبارمنتري تيشو نسيج خلايا برانشيمية مفككة وخلايا النسيج المتمم، دي بتعمل بريس أو ضغط على طبقات الفلين فتمزقها فتخرج زي فوهات البركان كده، يتم التبادل الغازي بينها وبين الجو الخارجي. وعند توقف النشاط في النبات بنجد إن بينشط الكامبيوم العدايسي تاني أو فيلوجين العدايسة ويكون طبقات فلين غالقة مرة تانية. زي ما احنا شايفين ادي عديسه، واضح العديسه، واضح طبقات الفلين اللي متمزقه والكامبيوم الفليني والقشره الفلينيه، نفس الحدوته قطاع في نبات اخر تاني بيوضح العديسه، وضح العديسه مره تانيه ثالثه، وممكن يتكون اكتر من عديسه وطبقات بيرميدوميه متعدده حسب عمر النبات. زي ما احنا شايفين كل دي طبقات من الفلين المتكونة خلال النمو السنوي للنبات.